عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم ضمن برنامج أخبار في دقائق. اليوم غادي نتكلم على فضيحة، قامت بها أو قام بها التلفزيون العمومي الجزائري. هذه الفضيحة تتمثل في حذف عاصمة المملكة الرباط من خريطة نشرة الأحوال الجوية الخاصة بشمال إفريقيا. راكم تشوفوا هذه الصورة من نشرة الأحوال الجوية وين المذيعة تكلمت على عواصم شمال إفريقيا ولم تذكر الرباط، اللي تأسست في عاصمة أو في عهد المرابطين وازدهرت في عهد الموحدين. والصورة اللي هنا ورائي الخلفية لصومعة حسان التي بنيت في عهد الدولة الموحدين. لا علينا، التصرف هذا، انت نشرة أو القائمين على نشرة الأحوال الجوية بالتلفزيون العمومي يؤكد أن درجة إفلاس هذا النظام بلغ حد لا يمكن لنا تصديقه. هذا يتجاوز كونه تصرف طائش، هذا مرض تمكن من القائمين على هذا النظام، وهو مرض المغرب فوبيا. التصرف هذا يسيء للدولة الجزائرية، ويحولها من منطقة الدولة إلى منطقة الزريبة. هادو اللي راهم شادين الحكم بالجزائر راهم حاسبين بلادنا زريبة، منين يقوموا بهذه التصرفات التي لا يمكن لعاقل أن يتقبلها. فعلا اللي حشموا واللي كانوا يحشموا ماتوا خلاص، اللي راهم دروك في الحكم لا أخلاق لهم، وهذا التصرف هذا قصر النظر نتاعهم والعنترية والغطرسة يخلي الآن أن حتى هذوك اللي كانوا يأمنوا فيهم غادي يولوا يشكوا في النوايا نتاع هذا النظام الحاكم. هذا التصرف يدخل في إطار يعني بعد قطع العلاقات، يعني إحنا منين ما نديروش الرباط كعاصمة نبينوها فإننا يعني ما ناش نعترفوا بها. تسمى المشكلة نتاع هذا النظام مع المغرب، ما هوش مشكل قضية الصحراء المغربية، لا لا، الأمر تجاوز بكثير الآن. المشكل ماشي مع نظام الحكم في المغرب، هذا النظام القائم والحاكم في الجزائر مشكلته مع الأمة المغربية، مع الدولة ومع الشعب المغربي. تقول باللي احنا الشعب المغربي نبغوه والشعب المغربي ماشي مشكلتنا معه، لا، انت مشكلتك مع الشعب المغربي الآن، انت مشكلتك مع المغاربة، انت مشكلتك مع أبسط مواطن مغربي. منين تنكر وجود عاصمة يسموها الرباط، أنت مشكلتك مع أبسط مواطن مغربي. هذا مشكل أخلاقي، بالأساس. الرباط أيتها الحتالة، القائمة على الحكم في الجزائر هي أجمل عاصمة في شمال إفريقيا. هذا لستو من واش ندير لا بوبليسيتي، هذه سي لا رياليتي، هذه هي الحقيقه. ما تقدرتوش نظموا وتكون عندنا عاصمه بمقام عاصمه الرباط، ما تقدوش. وهنا علاش راني نقول هذا الكلام؟ اولا انتم بهدلتوا بالعاصمه الجزائر ورديتها من أسوأ المدن في العالم، وثانيا المرافق اللي موجودة في الرباط
وأنا شاهد على ما أقول. ما تقدوش تلقوها حتى في بعض المدن الأوروبية. هذا الرباط، هذه العاصمة اللي رحتوا وتجاهلتوها في نشرة الأحوال الجوية. هذه المدينة التاريخية الجميلة جدا، واللي نحيي من خلال هذا المنبر أهل الرباط، ونحييها بتحية خالصة، وعندي فيها ذكريات جميلة للغاية. المغاربة قادرين أو كانوا قادرين ينشروا خريطة المغرب في نشرة الأحوال الجوية، ويضموا فيها الأراضي التاريخية اللي تنازل إليها المغرب في 1972 باش تكون علاقات حسن جوار. المغرب كانوا يقدروا يديروا في نشرة الأحوال الجوية، يديروا بشار، ساورة، تندوف، تويت، ويسموها المناطق المحتلة. قادرين يديروها المغرب بكل بساطة. كي غادي يكون الموقف نتاعكم أنا ذاك، سوف شغل تصابون بالجنون. بورتون هادوك سي دي تير هيستوريك ماروكا، رغم أن المغرب نازل عليها، بصح بالتصرف نتاعكم هذا قادرين المغاربة يديروا، يروحوا يحطوا صور أو بشار وتندوف ويديروا قال هذه هما، بصح ما يديروهاش المغرب. لا، لأن المغرب دولة تحترم نفسها، تحترم نفسها وتحترم المواثيق، مشي كيما انتم رديتوا بلادنا زريبة وتتصرفوا بتصرفات تفسيرها باين، تفسير نتاعها باين هو أنكم تخلقوا الفعل، يعني الاستفزاز، باش تشوفوا ردة الفعل، وهذاك ردة الفعل تستثمروها في إطار على أنها إساءة للجزائر. هذا هو التفسير نتاع تصرفاتكم الغير أخلاقية، هذا هو التفسير نتاعها، يعني أنتم تستفزوا باش تكون ردة فعل. بصح الإعلام الرسمي في المغرب متجاهلكم ومتجاوز على كلامكم وتصرفاتكم، وانتم ميؤوس منكم بكل صراحة، بكل صراحة ميؤوس منكم أيتها الحتالة. وهنا مسؤولية الشرفاء والأحرار في بلادنا راها كبيرة وأكبر من أي وقت مضى باش يوقع تغيير. المغرب على حق، المغرب على حق في الدفاع على سيادته ووحدة أراضيه، وهو الحرية في أن يتخذ القرارات التي تناسبه، ولا يحق لكم أيتها الحتالة أن تتدخلوا في شؤونه الداخلية. ونظام الحكم نتاعكم نظام ظالم ومعتدي وحقير ونذل وجبان وغدار، كل الصفات القبيحة موجودة في هذا النظام عديم الشرف والأخلاق والخائن للأمانة. الجزائر الآن وللأسف كدولة مستقبلها في خطر، وعليكم أن تعوا جيدا ما أقول. الجزائر كدولة، يا بني وطني صدقوني، يا بني وطني بلادنا مستقبلها كدولة في خطر، وهذه العصابة راها تعمل على إضاعة الأمانة وتورط بلادنا لتهديد حقيقي راه يخدم عليه هذا النظام العميل، راه يخدم عليه هذا النظام العدو لشمال أفريقيا. بقاء هذا النظام يا بني وطني يعني أن الجزائر، وصدقوني وأنا أعي ما أقول، يعني أن الجزائر لن تستمر كدولة في المستقبل، لأن التصرفات نتاع القائمين على الحكم في النظام ما همش تصرفات نتاع رجال دولة يخافوا على الوطن ويعرفوا كيفاش يبنوا علاقات حسن الجوار. هؤلاء خونة بكل بساطة، هما ينعتوا الناس اللي يواجهوهم يعرضوهم بالخونة، وهم الخونة للوطن، أنتم الخونة للوطن، والتاريخ راه يسجل عليكم طفريتكم في البلاد
وإساءتكم للجار والعمل على تهديد الوحدة الوطنية بغبائكم وبسياستكم اللي تخدم المنظومة الاستعمارية. أما المغرب أيها الحثالة، المغرب دولة عريقة، المغرب دولة عريقة ويعرف جيدا كيفاش يسير أموره، والدليل باين وواضح. الدليل أن حكم الأسرة الأخيرة الشريفة يمتد الأربع قرون، وعمر هذه الدولة يتجاوز 12 قرن، يعني ما يجبل ما يهزك ريح، ماشي نتوما غادي تجو تهزوا دولة عندها 12 قرن. راكم غالطين أيتها الحتالة، راكم غالطين، نتوما صغار، نتوما أقزام، نتوما أقزام، أقزام قدام الوطن تاعنا الجزائر، وأقزام قدام دولة جار، دولة عريقة. تقدوش للمغرب نتوما، ما تقدوش للمغرب. تصرفكم هذا السبياني، ردكم أضحوك أمام العالم. ما السفارات الأجنبية اللي في العاصمة راهم يكتبوا التقارير، وراهم لي غابور يكتبوهم للدول نتاعهم. رديتوا الجزائر شريك غير موثوق، لا كريديبيليتي ما كانش، للتعهدات ما يحترمهاش، حتى واحد ما يثق فيكم، حتى واحد ما يثق فيكم، فما بالكم تصرف. شوفوا التصرف كما هذا انت اعلام رسمي، هذا وين غادي تزيدوا تاكدوا الدول العالم على انكم ما تامنوش بالعلاقات الدوليه وحسن الجوار والسلم. لا، انتم بعاد على كما يقولوا القيم البشريه والانسانيه، بعاد جدا. والجزائر في خطر يا بني وطني، الجزائر في خطر، وعلى الجميع أن يعي أن هؤلاء الحثالة وهذا النظام الذي يعتمد على إيديولوجية فاسدة هو أكبر خطر على الوحدة الوطنية، هو أكبر خطر على الوحدة الوطنية. وجيراننا من حقهم أنهم يحافظوا على أمنهم ويدافعوا على أرواحهم، من حقهم أنهم يعدوا العدة لهاد العجبناء، هاد الخونة نتاع شمال أفريقيا. شفتوا اليوم صورة نشرت أحوال جوية، يعني ما كانش الرباط، وكاين سموها العيون المحتلة. والله العظيم، والله العظيم، لأنتم أضحوكة، أنتم أضحوك بأتم معنى الكلمة. وعلى حسب التحليل نتاعي نتاع الصورة، مشاو قالوا باماكو، زعما قال باش ما نقولوش باللي غير الرباط. لا، أنتم ماشي قصدكم باماكو، أنتم قصدكم المغرب، وأنتم مشكلتكم، وراني نعاود نكرر فيها، ماشي مع نظام الحكم، لا، أنتم مشكلتكم مع أبسط مواطن مغربي. مشكلتكم مع الشعب المغربي، ويا ويلكم من اللي راجيكم، يا ويلكم من اللي راجيكم. أدعو بني وطني إلى إنقاذ الوطن من هؤلاء عديمي الشرف والأخلاق، لأن بقاؤهم في الحكم هو تهديد للوحدة الوطنية، هو تهديد للجزائر. علينا إنقاذ الوطن قبل فوات الأوان. أكتفي بهذا القدر، وأضرب لكم موعدا إن شاء الله في حلقة أخرى. لا تنسوا هاشتاغ طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.